وطبعا من الحاجات اللي المهمة جدا في المهرجان الالتقاء العربي هنا، وزي ما انتم شايفين المكان ده الكل بيلتقي فيه لان ده مقر المهرجان. الندوات بتقام هنا، المعارض، يعني خلية النحل والالتقاء الصحفيين مع الفنانين. المكان ده مكان مهم جدا، ومن الاهم كمان في المهرجان التجمع العربي والنجوم اللي ممكن ما تشوفهمش غير على الشاشة، بتلاقيهم موجودين هنا وبيلتقوا مع بعض، السوري مع المغربي مع المصري مع التونسي. من هنا بيخرج الأفلام المشتركة، المسلسلات المشتركة، ده اللي خلى إن النجوم دي تيجي مصر وتصور من خلال المهرجانات، نتعرف عليهم أكتر، بتشوفهم أكتر. ومن النجوم السوريين اللي دايما أو كان سبب صداقتي بيه مهرجان دمشق السينمائي الدولي قيس الشيخ نجيب، واستمرت الصداقة لغاية النهاردة، ويا رب كده تدوم العمر كله إن شاء الله. ودي من ميزة المهرجانات. يعني أنا لما كنت باجي من 25 سنة مهرجان سوريا، تعرفت على جمال سليمان، وتعرفت عليك وعلى سلاف وسوزان، اتعرفت على كل النجوم السوريين قبل ما يجوا مصر. ده صحيح. وقبل ما تيجوا كنت دايما السؤال اللي أقوله لكم إيه؟ تعالوا مصر، تعالوا مصر، أنتوا بتعملوا مصر. أدوار حلوة ومبدعين، تعالوا، عشان في قاعدة كبيرة ما كانتش لسه عارفاه. كنت عارف شوية، ما كانوش متابعين الأعمال السورية. صحيح. بس الفترة الأخيرة بدأ بقى المهرجانات تكتر والأعمال المشتركة برضو والفضائيات. صح، 100%. يعني فطبعا انت صديق غالي على المصريين، وانت كمان وصديق غالي على الجونة. يعني بالزبط. انت كل سنة أنا بتكون كل سنة موجود بكون في الجونة. يعني صحيح. اتغيرت صحيح. عليك السنة دي؟ السنة دي حلوة قوي. المهرجان بيكبر زي ما بنشوف. الندوات اللي موجودة برضو يعني حاجة مهمة. يعني هلا احنا كنا يابوسي في ندوة بتتكلم عن أصوات اللاجئين وتوظيفها في صناعة الأفلام. يعني الحوار كان مثمر جدا وفعال جدا. الناس بقيت لآخر الندوة والنقاش مستمر، وخلص الوقت وما خلص النقاش. فقديه ده يعني بيعمل ده التفاعل بين الصناع فعلا، والظهور بأفكار جديدة لصناعة السينما لخدمة القضايا الإنسانية. لأنه بالأخير شعار الجونة هو السينما من أجل الإنسانية. وهذا الشعار العام بالمهرجان خلال 3 سنين. وكل سنة عم يحاول يطور هذا الشعار ويبني على الأشياء اللي حصلت سابقا. فأنا كنت كتير سعيد أنه هاي السنة كنت مشارك بهي الندوة كواحد من المحاورين مع الناس، مع الصحفيين، مع اليو ان اتش سي ار، كيف ازاي نطور صناعة السينما لخدمة إيصال صوت اللاجئين بطريقة إيجابية. يعني طبعا ندوة مهمة جدا ان النهاردة حصلت، وكانت انت وصبا مبارك وعمر سلامة. يمكن صبا من الناس اللي عملت عمل السنة اللي فاتت عن اللاجئين. صحيح. يعني طبعا انت السوريين مش لاجئين، السوريين على راسنا ودايما مكانتهم كبيره في مصر. فاعتقد كلمه لاجئين في مصر ايه، لا ما مش نقدرش موجودة نقولها على اي مواطن عربي، لان هم صحيح. هنا جم وابدعوا، بقوا احسن مننا في الشغل وفي العمل وفي المكانه وفي حب وفي قلوب المصريين كمان. يعني تفضل مصر ام الدنيا يا دوسي، وهي الحاضنه دايما لكل حاجات. هل الصوره اللي بيطلع فيها اللاجئين في الافلام، هل بتعبر عن، او المسلسلات بتعبر عن الحقيقه، ولا فيها اشياء مبالغه، ولا ما يعني مش جايبه الحقيقه المره اكتر منها، شايفها ازاي؟ لا، هو في التجارب قليله مش كثيره. يعني سواء بالسينما في تجارب عبر التاريخ عن قضايا اللاجئين، وفي افلام عالميه. افلام العالميه بتروح مهرجانات غالبا. المسلسلات، التجارب اللي عم تصير عن اللاجئين هي تجارب قليله جدا، ويشكر صناعها حقيقه. بس قضيه اللجوء بوسي هي قضيه عبر التاريخ. هلا هي قضية حامية في العالم العربي بالنسبة لأن الحروب اللي صارت في بلدان كثيرة، منها سوريا وآخرها سوريا، اللي هي هلا اليمن، عندك اللي عم بيصير في ليبيا. يعني الوضع السياسي ما في داعي نحكي عنه، كلياتنا بنعرفه.
الشيء اللي كان عم بيصير بالنسبه لهي الندوه اللي كنا عم نحكي عنها تحديدا، وانا عم بحكي لانه هلا طالعين لسه من طالع من الندوه. اهم حاجه يعني حاجه انت حسيت فيها استفدت من الندوه بالزبط دي بالضبط، وهذا اللي حكيته انا وكان رايي واللي عمل تفاعل، انه كيف نحن نعمل نركز على الامور الايجابيه والتركيز على قصص النجاح من خلال الافلام لحتى تكون ملهمه للاجئين اللي هربوا من الموت الى الحياه، وكيف انك تعطيهم حياه ويستمروا بالحياه ويكملوا انجازهم. وانا على الصعيد الشخصي بعتقد في ناس كثير بيعرفوا قصص نجاح لناس تركت بلادها واختارت انها تعيش، يعني هربت من الموت الى الحياه وقدرت انها تنجز في بلدان اخرى، ومنا مصر ومنا اوروبا ومنا العالم كندا ومنا امريكا. كيف نحن فينا نكون ملهمين للناس اليائسين اللي قاعدين في المخيمات مثلا اللي ما عم يقدروا يوصلوا لهذا الشيء، ونقدم لهم شيء انساني بيشبههم، نفس المعاناه اللي هن عانوا منها، ناس من لحم ودم وبتاكل وبتشرب وعندها مآسي، بس قدرت تتخطى هاي المآسي وتعمل قصص نجاح وتركض وراء طموح. هذا كان المحور الأساسي، ونوظف الفن في هذا الشيء، نعمل سينمات مثلا في المخيمات اللي ما قدران يحضر مهرجانات ممكن ياخدوا في شباب موهوبة في بالضبط تعطيهم فرص، انتوا تروحوا تاخدوهم وتشوفوهم 100% يعني يعمل ياخدوا فرصتهم في الحياة 100% يعني بالضبط كده. زرت مخيمات للاجئين في أي بلد؟ يعني لا بشكل مباشر لا الحقيقة، بس أنا بعرف كتير ناس. هلأ بلبنان أنا محل ماني مقيم في كتير مخيمات للاجئين، أنا ما سبق وزرت مخيمات للاجئين، بس طبعا الأحاديث نحن معنيين بهذا الموضوع، معنيين أكيد معنيين يعني بشكل يعني بغض النظر عن أنا لسه راجع من سوريا. سوريا زي الفل، أنا ما أحكي لك أنا عن الجمال والحلاوة اللي أنا شفتها بالزبط في سوريا. بالضبط الحمد هل لله. هل دلوقتي بقى أن الأوان أن أنتوا ترجعوا بقى تاني تعيدوا نجاحاتكم التلفزيونية والسينمائية اللي كنتوا داخلين عليها بقوة، وخصوصا الوقت ده محتاجكم ان انتوا تعملوا اعمال تصوروا المناطق وتصوروا الاماكن تصوروا الحالة تبدعوا بقى فنيا تطلعوا رسالة. انا لما بروح الناس بتضحك تقول لي ايه ده فوتو، قلت له يا جماعة انا لايف بالزبط. مش مصدقين الى الان ان في قاعدين النبع نازل وبناكل فتوش وتبوله والحياه جميله والناس قاعده والشوارع ما فيش حواجز ودبابات، ما حدش بيصدق الموضوع ده. فانتوا من خلال افلامكم ان انتوا تطلعوا تقولوا ان لا سوريا بترجع وهترجع وسوريا بتفرح وسوريا هتبقى حاجه كويسه. هل الان الاوان دلوقتي لعودتكم كلكم؟ يعني اكيد سوريا ان شاء الله رح ترجع ورح تعمل تكون اقوى دائما، وهذا طموحنا. وصدقي انه ما في حدا سوري طلع من وطنه، وما حدا طلع من وطنه الوطن الغالي العزيز عليه ما بيتمنى يرجع له، اكيد مستحيل. يعني هذا وطننا ونحن تربينا فيه وتعلمنا فيه وطلعنا منه وأهلنا فيه وعيالنا فيه وتاريخنا وذكرياتنا. حاليا الأمور إلى تعافي الحمد لله في سوريا، يعني بعد 9 سنين من الحرب الشرسة اللي كانت موجودة على سوريا وكل الإرهاصات اللي صارت من خلالها، البيئة تصبح أفضل. فأنا يعني مني شخصيا ومن كل الناس لما يكون البيئة مناسبة والبيئة ابتدت تكون مناسبة للرجوع، بغض النظر عن السياسة، أنا ما عم بحكي عن السياسة، لا طبعا على الشأن الإنساني والحالة المعيشية والحالة الوطنية والحالة الوطنية أكيد، والمدارس والولاد والأكل والشرب وكل الحاجات بالزبط دي يعني. بالضبط أنا بتمنى طبعا ده يعني في النهاية بقى بنرجع للعشق. وبدي أقول لك أنا آسف إنه في عم نحكي على قصة السينما، في تجارب هلا عم تصير بسوريا عم طبعًا. تحكي عن هذا الواقع. في ممثلين منه، أنا السنة الماضية أنا نزلت صورت مسلسل بسوريا بيحكي عن واقع المجتمع السوري ما بعد الحرب، سميناها في مرحلة ما بعد الحرب، عملنا مسلسل اسمه مسافة أمان، والحمد لله مسلسل عمل يعني جدا يعني عمل تأثير قوي جدا سواء عند السوريين اللي موجودين في سوريا أو اللي كانوا برات سوريا. فالمبدعين السوريين عم يشتغلوا على هذا الموضوع لحتى بالأخير نرجع
نتعافى كليتنا مع الوطن ان شاء الله. ترجع وتتعافى الفتره اللي جايه بقى في حاجه جديده بتحضرها ان شاء الله؟ هلا في مسلسل عملنا منه جزء السنه الماضيه اسمه الحراملك، هنعمل الجزء الثاني. انا شفته طبعا من الاعمال الجميله اللي يعني انا طبعا زعلانه ان هو نزل في وقت فيه تكدس مسلسلات في رمضان، بس انا واحده من الناس بتابع السوري يعني وبتابع اللبناني لان شغلي، وانا كمان بحبكم فبتابع اعمالكم يعني، وحبيت المسلسل وحتى كلمت سلافة معمار وهنتها على الدور لان دور جديد عليها كمان وعامله فيه شغل حلو جدا. اتمنى انه يتعاد تاني وينزل لانه من المسلسلات الجميله في جزء تاني منه بقى. في جزء تاني هلا حنبلش تصويره الشهر الجاي ان شاء الله في ابو ظبي ان شاء الله. وفي انتظار وفي مشاريع تانية ان شاء الله عم ينحكى فيها في سينما. يا ريت. انا عرفتك في السينما. ما انا عارف، انا اول لقاء معاه كان في مهرجان فيلم الهويه، مهرجان دمشق في سينما هو وكيد علوش. صحيح صحيح، كانوا عاملين ادوار صغيره بس حلوه. يا ريت. انت عارفه انا طموحي السينما وان شاء الله يعني هذا راح يضل موجود. ويا ريت يا ريت ان شاء الله. قيس انت من الشباب العاشقين للسينما، من عندك موهبه عاليه جدا، قدرتك الفنيه جميله وليك مكانه في قلوب السوريين والمصريين كمان. انا بحييك وسعيده وهسيبك تعيش اجواء المهرجان النهارده. شكرا شكرا لك. شكرا لك. يوم جديد وفعاليات جديدة هنعيشها النهاردة في مهرجان الجونة، فيلم لما بنتولد، الفيلم المصري لتامر عزت، هنعيش معاهم أول عرض ليهم في مهرجان الجونة. ومن ضيوف المهرجان اللي سعداء بوجودهم كضيوف شرف في المهرجان ومتابع جيد جدا للأفلام، كل ريد كاربت وكل فيلم بلاقيه موجود وبيحب جدا يشوف كل الأفلام اللي موجودة في المهرجان. كلام عوض سعيدة بوجودك، ويعني أكيد اللي بيحب السينما بيحب يشوف الأفلام، بيحب يتواجد وبيحب يعرف الكتير عن الأفلام اللي موجودة في المهرجان. اول حاجه ثانك يو على الانترو اللطيفه دي، وانا اللي سعيد جدا بوجودي معاكي ومعاكم في المهرجان. وزي ما قلتي انا بالنسبه لي دي يعني ده الهدف اصلا من الايفنت دي، من المهرجان دي، ان يعني نتعرف على ثقافات جديده، على افلام بلاد تانية عمرنا ما شفناها او عمرنا ما هنشوفها حتى في الصالات، اللي هي الافلام اللي مش تجاريه مش الكوميرشال. فعشان كده مبسوط جدا وسعيد جدا بوجودي هنا بصراحه. يعني اكتر حاجه حسيت انها مختلفه عن اي مهرجان تاني في مهرجان الجونه. الحلو جدا في مهرجان الجونه هو فكره ان هو بيتعمل في الجونه، فهو في حته يعني الناس كلها بتبقى متواجده مع بعض طول الوقت. فده برضو اللي هو يعني في مهرجانات تانية ممكن تحس الناس بتروح وبترجع وبتيجي هنا كلنا مع بعض طول الوقت. فبتحس ان ده بيديكي غير معين، بتعرفي على الناس اكتر، اللي هو ما بتشوفيهمش بس في ايفنت معين ولا في عشاء معين ولا في فيلم معين، لا انت معاهم طول اليوم. فدي حاجه بالنسبه لي بتميز مهرجان الجونه عن المهرجانات التانية. اكتر فيلم عجبك لغايه دلوقتي؟ انا حبيت جدا فيلم ستموت في العشرين، امجد ابو علاء، فيلم سوداني صح. وانا بالنسبه لي اصلا فكره ان ده سابع فيلم اصلا في تاريخ السينما السودانيه، فيبقى طالع بالجمال ده، فدي حاجه بجد ترفع لها القبعه زي ما بيقولوا. حبيت برضو فيلم الاوبننج جدا اد استر، عارف ان في ناس ما حبيتوش بس انا حبيته جدا، ان هو الريتم بتاعه لطيف وحلو وجميل وفي كده عمق معين انا بحبه في الافلام. للاسف ما عرفتش الحق اتفرج على ما وراء المحيط، مع انه الدوكيومنتري يعني تجربه اكيد حلوه جدا يعني هتشوفه later. ويعني اكيد في وقت لسه في المهرجان، هنسيبك دلوقتي للفيلم المصري وناخد رايك بعد الفيلم تقول لنا بقى عجبك ولا لا. ثانك يو كتير ومنور المهرجان. ميرسي حضرتك منوره. ثانك يو ميرسي.
وميس حمدان النهارده اختارت اللون الاصفر وهي بتلعب في الالوان كل يوم بقى مع الريد كاربت بتعيش لون جديد ومود جديد. المود النهارده ايه الاصفر؟ النهارده جيرلش كده عارفه يعني حاولت ان يبقى النهارده الميك اب اقل كيوت اكتر سيمبل اكتر يبقى بنانيتي اكتر. امبارح كنت لابسه حاجه مور جلامرس مور سكسي. بصي مهرجان الجونه جميل قوي مدينا فرصه ان احنا نشكل ونغير وكل يوم نعمل مود وكل يوم نعمل شكل مختلف ويا رب يكون الناس مبسوطين بينا. اكيد يعني الناس بتقعد تستنى كل يوم الفنانين هتلبس ايه وكل يوم عاملين ايه. والنهارده عندنا طبعا الفيلم المصري وحاجه مهمه جدا. انا مبسوطه جدا جدا بالفيلم ده وفخوره بيه وخاصه ان اختي دانا بتمثل في الفيلم وعامله دور المفروض ان هو حتى جديد على السينما المصريه والعربيه يعني عامله دور جريء جدا وجديد جدا ومختلف جدا. فانا جايه اشجعها النهارده واقف جنبها واقول لها الف مبروك. يعني شفتي الفيلم ولا هتشوفيه؟ لا لسه هشوفه اول مره دلوقتي. ما شفتيش قبل؟ لا لسه اول يعني مرة. ان شاء الله بقى نشوف الفيلم وترجعي تقولي لنا رايك ايه في دانا. بصراحه هم بداوا يوصلوا دلوقتي وهنسيبك تحضري معانا الفيلم منوره بالاصفر. قلتي لي انا لابسه ايمان صعب ديزاينر لبنانيه والستايلست نبيله جدله وايه تاني بس كده وبالجول الجولري بتاعتي. ميرسي. انت قمرين. ومي الغيتي طبعا المهرجانات لعبتها هي بتموت تعمل ادوار حلوه في افلام مهرجانات وتطلع المهرجانات وتعيش واخده الموضوع كده سيريوس مش موضوع جامد. ودايما انا كنت معاها في كنا في مهرجان كان ويعني كانت صوره مشرفه هناك لجيل جديد موجود في المهرجان. والنهارده هي موجوده معانا في الفيلم المصري هي مش بتشارك ولكن جايه تدعم الفيلم المصري. ده حقيقي انا متحمسه جدا جدا لوجودي السنه دي ومتحمسه ان انا اتفرج على الفيلم. الحقيقه انا وجودي هنا مش فقط يعني كممثله بس ان شاء الله بنحضر حاجه كده بسيطه لمراسم الختام المهرجان ومتحمسه ان كل الناس تتفرج على اللي هنقدمه وسعيده لوجودي. يعني ليكي مشاركه في الختام؟ مشاركه بس يعني ان شاء الله نشوفك في المشاركه ديت ونشوفك بعد عرض الفيلم تقولي لنا رايك في الفيلم ان شاء الله. ميرسي يا حبيبتي منوره الدنيا. ثانك يو. من الثنائي اللي بننتظرهم على الريد كاربت وبنبقى سعداء بيهم ويا حرام سامي بيكوع كتير قوي في المهرجان ده. فساتين من لبنان وفساتين غاليه المية عمر ويعني بصراحه مكلف ومش مقصر يا محمد ودلع دلع دلع بعد المهرجان ده يعني ربنا يستر عليكم بقى. منور يا جميل. ربنا يخليكي فوسي. ايه اخبارك؟ لا بس صارف جامد. ها ايه الشياكه والحلاوه كل يوم كده كل يوم كده. ايه الراجل الرحامي برضو يعني مش معنى انه داخل مسلسل مع محمد رمضان انه بيقبض يعني الحال برضو ما فيهوش قبض. ايه الجمال ده؟ ميرسي. منين بقى والحاجات وقول لنا علشان الناس كلها بتحب تعرف كل حاجه. بصي انا اولا عايزه اشكر الستايلست بتاعي جدا سيدريك حداد هو اللي مظبط اللوك. الفستان رامي قاضي ميك اب سالي رشيد وشعر محمد صغير. يعني حد يبقى عنده محمد سامي المخرج اللي بيغير كل الفنانين في اعماله ويلجا لستايلست يعني انت بس تاخدي رايه هو هيقول انا شخصيا انت غيرت ستايل كل الفنانين اللي مثلوا معايا. لا بس بناس بمساعده ناس كتير بتكون حواليا. بص بعدين سيدريك ده شاطر قوي قوي قوي. انت راضي عن اللوك كم في الميه نديله كم في انت بقى البوليس فاشن؟ لا لا اديله ارقام كتير. اديله 10 على 10 هو دافع بقى يعني. لا 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 من غير دافع خالص. يعني دلوقتي داخل في مسلسل جديد مع محمد رمضان واخدك ولا سايبك بقى انت مع فساتينك؟ انا بقى مع فساتيني بقى في حاجات تانية. يعني مش مشاركه في العمل ده؟ لا اولا ببارك لك وبقول لك الف مبروك واكيد انت ورمضان هتلتقوا وتعملوا عمل جامد وكبير ومهمة مع سينرجي طبعا اللي بحقيقة اختارت الاتنين في بينهم كيمياء كبيرة والاتنين شاطرين وعندهم جمهور. لا محمد انا بحب اشتغل انا ومحمد قوي يعني احنا اشتغلنا مع بعض الاسطورة وجواب اعتقال ومحمد ممثل جامد وهو في ازهى وقت ليه واعتقد ان الرجوع ان احنا نشتغل مع بعض تاني دلوقتي بعد الاسطورة احنا اشتغلنا سنتين من غير بعض
انا وهو بنوعد الجمهور بحاجه ان شاء الله مختلفه تماما ويكون اهم من الاسطوره بكتير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك وفي انتظار اعمالك الحلوه. ودايما انا بقول يا جبل ما يهدك ريح دايما لمحمد. ووقت بقى ما هو بيصور تركزي مع السينما بقى بالفساتين الحلوه دي عشان اشوفك الريد كاربت الجاي معاكي فيلم ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. منوره المهرجان. ميرسي يا بوس. ودايما انيقه وبتعرفي تنقي الحاجات الحلوه. ميرسي يا بوس. ميرسي قوي. منورين الدنيا. مبروك يا من الضيوف اللي غاليين على قلبي جدا النهارده اللي منورانا في الجونه وصديقه غاليه بعتز بيها لجين عمران، وطبعا اسم اعلامي كبير في الوطن العربي بنعتز بيه، موجوده وضيفه غاليه على مهرجان الجونه. حبيبتي بوسي انت اللي غاليه على قلبي كثير وغاليه على قلب كل محبينك. سعيده ومبسوطه اني اكون موجوده لاول مره في مهرجان الجونه. يعني الجونه منوره، يعني ثلاث سنين كان المفروض من اول سنه، وكان المفروض كمان انت اللي تقدمي الحفله. حبيبتي يعني والله لي الشرف، ولي الشرف اكثر اني اكون مدعوه. تعرفي انا بتابع صراحه المهرجان على مدى سنتين وما كنت اشوف فيه اي حضور من عندنا من الخليج، فاني اكون اول وحده يعني يتم دعوتها، هذا بالنسبه لي شيء أكيد رائع كبير. اكيد وانت مش اي واحده يعني يا لوجين. الله يسعدك. لوجين بعد ما جيتي وانت بتشوفي ومتابعه جيده للي بيحصل وانت جوه الحدث بقى، شفتي المهرجان الجونه ده ازاي؟ خصوصا طبعا مهرجان دبي 10 سنين كنا مع بعض كل سنه. يعني صحيح فعلا. انا دائما اقول ما بحب احط هاي اكسبكتيشن علشان لما اشوف الواقع ما احبط، ولكن هو كان اعلى من الاكسبكتيشن صراحه اللي ببالي. يعني ما شاء الله، ان كان التنظيم، ان كان الاستقبال، ان كان الضيافه، ان كان حتى الحضور. ملتقى مثل مهرجان الجونه ملتقى رائع لكل صناع المحتوى، مش بس السينما. المحتوى قد يكون مرئي، قد يكون مسموع، قد يكون مقروء. فاليوم في عصر السوشيال ميديا قواعد اللعبه تغيرت بوسي، وانت اكيد عارفه طبعاً. وانا اشوفك ما شاء الله كثير نشيطه. بنغش منك شويه. لا بالعكس، احنا بنتعلم من بعض في النهايه. فلذلك بما انه القواعد تغيرت فاحنا لازم نمشي مع الريح، وهذا اللي صاير اليوم. الملتقى هذا عرفنا على ناس أكثر، أيضا فتح المجال أنه إحنا نتبادل بعض الخبرات والأفكار. أكيد. الجمال بقى والشياكة والأناقة ده مين؟ حبيبتي اليوم شرب الكرم نفس أول يوم هو اللي صمم لي هذا الفستان. أول يوم رحت على ذوقه في اللون، والمرة هذه رح على ذوقي في اللون الوردي. لا مختار ألوان حلوة، وكمان ده يعمل لك شيب حلو قوي وبان الرشاقة بقى. شفتي هو الأسود في السر. هم قالوا لي صعب أنه تلبسي أبيض وتبيني نحيفة. فقلت هو كان تحدي أول يوم، بس اليوم لا، رجعنا للأسود. أنت قمر في كل حاجة، وهسيبك للفيلم المصري ونعرف رأيك بعد عرض الفيلم. منورانا، منورة مصر والجونة. الله يخليك، شكرا، منورة بأهلها. ثانك يو حبيبتي بوسي. ما زلنا معكم، ما زلنا مع النجوم وأحلى النجوم. والنهاردة عرض مهم لفيلم مصري بيشارك، وريد كاربت جديد حصريا على المحور. تابعونا. الفيلم النهارده اللي منورين على الريد كاربت دانا حمدان اللي برحب بيكي، وطبعا ميس جت دعمت وقالت كلام كتير قوي وجايه بقى تدعم. انا قلت لها انت لازم تيجي معايا، انا مش هقدر اروح من غيرك. طبعا كنت اتمنى انه مي كمان تبقى معايا النهارده عشان تدعمني، بس هي بتصور فبتمنى لها التوفيق. بصي الفيلم ده بالنسبه لي من اهم، مش يعني هو اهم حاجه انا عملتها بالنسبه لي. انا بعتبر ان انا فعلا ابتديت امثل من هنا. دي نقطة انطلاقة بالنسبة لي، دور جريء جدا. انا يعني بقول لكم من دلوقتي اهو، ما حدش يجي بعد العرض يجي. هو دور جريء جدا، موضوع جريء جدا. بس طبعا كوني ان انا مع استاذ تامر عزت ده بالنسبة لي كان خلاص. انت عارفة لما تشتغلي مع مخرج انت واثقة فيه بتبقي انت مرتاحة. فيلم مميز قوي، معانا تالنتس كلها اكتر من رائعة، وان شاء الله هتشوفوا دلوقتي كمان شوية. شركة انتاج خطرت بفكرة زي ما بقول لك جريئة، زي ما بيقولوا out of the box، حاجة مختلفة خالص. يا ربي تنال اعجاب الجمهور، يا ربي نكون عملنا حاجة مختلفة. احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش مواضيع زي اللي احنا بنطرحها في الفيلم النهارده ان شاء الله. فيعني اتمنوا لنا التوفيق يعني يا رب. يعني طبعا سعداء، بنتمنى لك ان الفيلم يحقق نجاح، ودورك انت كمان ويبقى ابيض زي السلوبيت البيضة الحلوة. روح قلبي. عايزين نقول لمحمود غالي ميرسي جدا. محمود غالي ده عزيز عليا فلازم ادعمه معاكي. ميرسي جدا. وعايزه اقول الهيد بيس هلانيديا ايجيبت الجوليري بيجو جوليري، والشعر والميك اب انا يا جماعه زي القمر. وانطلقي على ريد كاربت، افرحي ببدايه انطلاق وبدايه نجوميه جديده ليكي من مهرجان الجونه.
بعد عرض الفيلم. عايزه اقول لهم ميرسي جدا مهرجان الجونه على استضافه لاكثر من رائعه. ميرسي ان انتم احتضنتونا واحتضنتوا المشروع ده، وان شاء الله نكون على قد ثقتكم ان شاء الله. يا دينا هشوفك بعد الفيلم اقول لك رايي في الدور الجريء جدا. ميرسي ميرسي يا رام، ثانك يو. ميرسي، شكرا يا حبيبي. ما زلنا مع النجوم، وعمرو عابد وصل، وبقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك. انا عارفه طبعا كلكم متوترين دلوقتي وداخلين ولحظه الريد كاربت وعرض الفيلم، يعني كنت احب ان يبقى اللقاء بعد الفيلم، بس احب اخد برضو ضربات القلب. الحقيقه انه الموضوع بيخوف شويه، يعني انا عرفت انه خلاص القاعه كلها اتملت وهي بتشيل 1600 كرسي، فانا من ساعه ما عرفت ده مثلا من 3 4 ساعات وانا بقى قلبي بيدق هموت يعني. بس انا متحمس جدا ومبسوط جدا بالفيلم، ومبسوط جدا بالشغل مع كل المجموعه اللي في الفيلم، ومتحمس اكتر مني خايف، متحمس قوي. تامر عزت عامل معاك ايه؟ تامر عزت شخص مدهش ومن الاول، يعني احنا خدنا وقتنا جدا جدا في البروفات وفي التحضير، وهو كان شخص مرن جدا وبيسمع وحقيقي يعني قعدنا كده نشتغل على كل شخصيه في الفيلم ونعيد اكتشافها، مش بس كلام يعني على ورق، حبر على ورق، اكتر من احنا ازاي نحاول ده لشخصيات حقيقيه لحم ودم. وده خد مننا وقت في البروفات، وانه حقيقي اتبسطت جدا بكل لحظه بالبروفات، بالتصوير، بكل اللحظات يعني. يعني طبعا انا سعيده بوجودكم النهارده، وهيكون الكلام معاكم اكتر ان شاء الله لما نطلع مع بعض بعد عرض الفيلم، ونشوف التسقيف واستقبال الناس، ونشوف دورك في الفيلم. وخليك بقى هادي وريلاكس واستمتع باللحظه. شايف البنات اهم عمالين، بس انت عايشه ما له ولا كان ايه الانطلاق ده، ولا كان بس انت الانطلاق ده، ايه الانطلاق ده، لا انا الحقيقه لا لا انا خايف شويه. يلا انطلق هتطمن. باي. تامر عزت ومعتز عبد الوهاب شركاء في إنتاج فيلم النهاردة اللي بيشارك في مهرجان الجونة، بس تامر عزت حتة زيادة لأن هو المخرج اللي النهاردة كلنا في انتظار فيلمه. كل النجوم اللي صورت معاهم بيتكلموا عن قد إيه هو غيرهم وغير منهم في العمل ده، وقد إيه الفيلم هيشوفوه بشكل مختلف وجديد. بحييك وبقولك ألف. الله يبارك فيك. ميرسي جدا. طبعا الانتاج مهم جدا، عايزين نكسب منتجين علشان احنا محتاجين، يعني يمكن فيلمك الوحيد، في فيلم تاني بتاع بشير الديك، فمش دي المهرجانات بتاعتنا، كان دايما بيبقى 5 6. ده حقيقي، ده حقيقي. احنا بنحاول، ويعني المشروع كان صعب، بس انا وتامر يعني قدرنا ان احنا نحققه الحمد لله. مين اللي حمس التاني؟ هو انا المشروع عندي من زمان، بس معتز صديقي ونعرف بعض من زمان، وكل شويه يسالني ايه اخبار المشروع، لحد لما جه الوقت المناسب ان احنا قررنا ان احنا نعمل شراكه فيه يعني ونعمله. يعني طبعا احنا بنتمنى ان احنا نشوف حاجه جميله، لان زي ما بقولك احنا محتاجين افلام مصريه تشارك. لو لخصت فيلمك قبل ما ندخل عشان المشاهدين ينجذبوا معانا ويخشوا يشوفوا الفيلم، تلخصه؟ لما بنتولد هو فيلم رومانسي اجتماعي غنائي في أغاني، عن قصص لشباب في أواخر العشرينات من طبقات اجتماعية مختلفة، بنكتشف إنه الشباب دول على اختلاف خلفياتهم عندهم هموم مشتركة، هم ما يعرفوش بعض بس عندهم هموم مشتركة لها علاقة بتحقيق الذات وبالحب وبقرارات مصيرية عايزين ياخدوها في حياتهم. يعني هنشوف الفيلم، وبعد الفيلم لازم نتكلم أكتر ونعرف أكتر عن تفاصيل الفيلم. وعايز أقولك ما تكونش أول وآخر مرة. لا لا أنا مش آخر مرة خالص، ويعني أحب أن احنا يعني دايما بنحب نقول أنه الفيلم كتبه نادين شمس الله يرحمها، الفيلم إهداء لنادين، ويعني إن شاء الله هنكمل ان شاء الله. مكملين ان شاء الله. مبروك يا تامر، خليك قوي كده بقى. عايزين نشوف فيلم حلو لمصر باذن الله. يا رب يعجبكم. اتفضل على الريد كاربت، وفي انتظار نشوفك بعد عرض الفيلم. ميرسي يا فندم. هي بنت الفنان الكبير سامح السريتي طبعا، اللي يعني بنقول له عايزين يكون هذا الشبل من ذاك الاسد، يعني
ميرسي. مبروك. الله يبارك فيكي، شكرا جدا. ميرسي. ايه بقى التجربة والعمل وجات ازاي الحاجات دي؟ طبعا التجربة كانت في بدايتها في خوف شوية من الدور، دور مختلف عني جدا، واترشحت للمخرج الأستاذ تامر عزت من الأستاذ المنتج والمخرج المنفذ، والحمد لله ابتدينا في التحضيرات وقعدنا فيها فترة طويلة، وأتمنى يا رب تعجب الناس إن شاء الله في الآخر. يعني ملامح كده عن الشخصية. هي شخصية عايدة، ست مصرية جدعة طبعا، يعني ليها ملامح كتير، انا مش عايزه احرق. عايزه تحرق. ايوه. المهم يعني حاسه ان الدور ده هيخليه تثبيت ليكي، وان انت بقى الموضوع ياخد معاكي بقى زي بابا كده، ويبقى الفن بقى هو الكارير بتاعك وتكملي فيه. يعني أتمنى إن شاء الله. أهم حاجة طبعا يبقى فيه تقبل من الجمهور وحب الجمهور، وأنا تعلمت من أكيد من بابايا ومن مامتي الله يرحمها نادية فهمي، برضو تعلمت منهم كتير وأحب المجال وأحب الدخول فيه، فلو الناس تقبلتني وحبت إن شاء الله الفيلم النهاردة، يعني أتمنى أن أنا أكمل إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا هنسيبك دلوقتي للجمهور وهنسيبك للريد كاربت، وإن شاء الله بعد الفيلم نتكلم عن دورك أكتر، ومنورة بالأبيض، وإن شاء الله يكون نجاحك أبيض إن شاء الله. الله يخليك، ميرسي جدا. تحياتي لسامح الصديق الغالي. الله يخليك، شكرا جزيلا. مع السلامة. فراج خطب يا جماعة، فراج خطب وخطب البطلة النهاردة اللي منورة في الفيلم المصري بسنت الجميلة، اللي داخلة ولا فارق معاها. أنا بقول إيه، مين اللي داخلة عندها عرض لسه أول مرة وقلبها ما بيدقش وخايفة أتاريك أنت بقى واقف بثبت الدنيا؟ لا حبيبي، لا دي يعني مبروك، ألف مليون مبروك ليها النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكون فيلم يعجب الناس ويقدمهم كلهم بشكل حلو قوي ومشرف، وألف مبروك لكل النجوم اللي هنا. مبروك يا بسنت. ميرسي. يعني حاسه كده بالالوان الحلوه كده. والله انا اول مره البس الالوان دي، بس يعني والقماش الكتير ده. بقول لك اليوم فرحه بقى. ما بالظبط، بحر بقى وفرحه وكده، واقعد العب بقى شويه وبتاع. فلا التجربه دي والعرض في الجونه، وعرض عالمي والناس كلها هتشوف العمل، شايفه الموضوع ازاي؟ انا متحمسه جدا الصراحه. الفيلم اولا مختلف لان هو شبابي وقصص حب كده جميله، وانا لسه كان عندي عرض خاص في تورونتو، بس الوضع برضو انك تعملي عرض خاص كده مع جمهور كله سينمائيين وجمهور مصري مختلف تماما، يعني الخوف مختلف. فربنا يستر ويعجب الناس. لا ان شاء الله معاكي اسد اهو. هو اسد بقى. اسد داعم يعني دلوقتي هي لو عدت ونجحت وبقت عماله تلف مهرجانات، هتعمل انت ايه بقى في الخطوبه؟ همسك لها الفستان. هتقعدها في البيت؟ لا 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 لا, لا, لا ليه تقعد في البيت ليه بس؟ لا لا لا، انا بتمنى لها كل التوفيق وبقول لها بجد ألف مليون مبروك حبيبي، I love you so much، وبتمنى لها بجد إنها تكسر الدنيا ومن نجاح لنجاح، لأن هي حد مهم جدا جدا في حياتي، وظهر وقلب وكل حاجة يعني بجد فعلا. كلام جميل، ده أقوى من نجاح الفيلم. عايزاكي بقى هو يعني تخشي تاخدي واخدة جرعة. لا السبورت بتاعه. عايزاكي تبرطعي على الريد كاربت. صح. انزلي بقى وديها بعد الكلام. عايش حياتي. فراجة لازم نتقابل بعد العرض وتقولي رأيك في الفيلم بصراحة، ونسمع رأيك وتقولي حبيتها ازاي بعد العرض ان شاء الله، عشان هم عايزينها على الريد كاربت. ندخل على ريد كاربت جديد ونعيش مع الفيلم المصري الفارس والأميرة. الفيلم ده كرتون من 19 سنة وأكتر، وهو بيتحضر علشان نشوفه النهاردة أول عرض عالمي، فيلم لبشير الديك،
فيلم مهم جدا للأطفال وللكبار، بيشارك فيه بالصوت نخبة كبيرة من النجوم اللي بنعشقها. عيشوا معايا لحظة حلوة وعرض جديد من مهرجان الجونة وريد كاربت جديد، تابعونا. النهارده ريد كاربت مهم جدا، النهارده ريد كاربت لفيلم لبشير الديك، فيلم مصري، فيلم بيشارك في المسابقة الرسمية، فيلم كرتون مختلف، قعد 18 سنة الفيلم ده بيجهزوا له. لقاء طبعا هي انا بقول الفارس والأميرة، اكيد هي الأميرة بقى، يعني هي الأميرة اللي في لا ده دنيا سمير غانم هي الأميرة، انا الراوي وغنيت أغنية الفينال. بس يعني الفيلم ده برضو انا يعني عشت معايا لحظه بلحظه، لان اخويا هيثم الخميسي هو اللي عامل الميوزك، وانكل بشير طبعا صديق عمر ابويا، فانا عاصرت كل لحظه فيه. يعني التاخير ده كله سبب يعني انيميشن، احنا المنتج خد وقته والناس خدت وقت عشان تطلع شغل كويس، مش مهم قد كده نتاخر، المهم يطلع كويس. احنا بننافس ديزني، فوقتها كان دي حاجه كبيره وجديده علينا. حسب يعني الفيلم ده ممكن يعمل حاجة في مصر، يبقى بداية خطوة جديدة للنوعية دي، نتشجع المنتجين انه يعملوها. هوفلي ان شاء الله يبقى بداية خطوة جديدة في الانيميشن في مصر، سبيشالي ان كل اللي شغال فيه كلهم مصريين وعرب، ما فيش اي ايدي اجنبية في الموضوع خالص. واعتقد ان ده مشجع ان احنا نبتدي نكمل، احتمال مش بعيد علينا نوصل لديزني، يعني مش عيب. يعني لا طبعا مش عيب، كل المصريين مبدعين ويقدروا يبدعوا اكتر من ديزني كمان. وجودك النهاردة بالفيلم ده بعد 18 سنة حلم، يعني ممكن تكوني فقدتي الامل في انه يظهر للنور، وفي جاي في مهرجان وكوكبة كبيرة من النجوم من جميع أنحاء العالم. بصي ده ليه معنى واحد، إن الصبر، يعني الصبر على المجهود بيجيب نتيجة حتى ولو بعد حين. يعني مش ضروري ساعات بنقول إحنا ليه بنشتغل وما بنشوفش النتيجة on the spot، لا ممكن النتيجة تبقى في وقتها المناسب اللي ممكن يكون أحسن من مكان قبل كده. فاحنا النهارده في مهرجان الجونه، مهرجان مهم جدا، في ناس كتير قوي من كل العالم موجودين، في نقاد مهمين، فاعتقد ان هي فرصه كويسه جدا انه يتشاف. يعني عايزه برضو كمان قبل ما ادخل اللون الجميل، وانت متالقه دايما على الريد كاربت كل يوم بمفاجاه وكل يوم فستان حلو، مين الديزاينر وتسريحة شعر كمان؟ ايهاب العدلي. إيهاب العدلي هو الديزاينر، يعني ستايلست وديزاينر هو يعني طبعا جميل، وبهنيكي وهسيبك تنطلقي للريد كاربت. مبروك الفيلم، وبتمنى انه يعجب الناس ويبقى فيه النوعيه دي من الافلام موجوده في مصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. متشكره حبيبتي، باي باي. هو ابن مصر الجدع، ابن مصر الجميل، ابن مصر اللي بنفتخر بيه وبصوته، من نجوم مصر ومن أصوات مصر اللي غالية جدا على مصر. لما قال عايز أروح كوكب تاني كلنا زعلنا وقلنا لا، ما يسيبش كوكبنا ويمشي، لأن هو اللي بيدينا الأصالة والطرب والفن الجميل. النهاردة أنا سعيدة بوجوده في مهرجان الجونة وعلى الريد كاربت مدحت صالح، فيلم جديد، فيلم من 18 سنة والحلم ظهر للنور النهارده. انت صغرتي الفيلم. أولا أنا بشكرك وبقول للمهرجان الجونة كل سنة وهم طيبين ومن نجاح لنجاح. وانت صغرتي الفيلم، انت قلتي 17 18، حضرتك 22 سنه. كل حد يقول لي رقم، حد يقول لي 19 بقى، على حسب على حسب، عشان انا اصغر واحد في السن فبقول الحقيقه. الحقيقه ما كله خايف يقول سنه بصراحه بقى، يعني كده هكبرهم كلهم. يعني الفيلم كنت متخيل ان انت هتشوفه ويطلع الريد كاربت ومهرجان حلو، ونقول كل تاخيره وفيها خيره انه بيطلع في مهرجان الجونه؟ هو طبعا كل تأخيرة وفيها خيرة، لأنه النوع ده من الأعمال بياخد وقته، بس طبعا أنا ما كنتش متخيل أنه ياخد الوقت ده كله. أنا كل سنة من ساعة ما عملناه، لأن أنا لعبت الفيلم ده وأنا بعرض حزمني، كنت صغير كده صغنون 2002
فلعبنا الفيلم ده وعجبتني الفكره جدا، وخصوصا ان احنا كنا يعني نفسنا نبقى زي الحاجات اللي بنشوفها بره، ويكون فيلم روائي طويل، مش بقى مش حلقات مثلا تلفزيونيه او حاجات دقيقتين ونص ولا 3 دقايق ولا 4 دقايق. ده فيلم روائي طويل وقصه معتبره من التاريخ الحقيقي وتاريخ حد من الشباب الصغيرين اللي قاموا يعني بعمل عظيم جدا ساعتها، اللي هو محمد ابن القاسم. ما نتفرج على الفيلم ونعرف. مغني انت فيه بقى؟ مغني وقاري قرآن. وقاري قرآن، يعني طبعا حاجتين مهمين جدا. الجونة اول مره مدحت صالح؟ بالنسبه للمهرجان اول مره، لان المرتين اللي فاتوا للاسف كان بيبقى عندي حاجات يعني بره القاهره. قاعد معانا للختام ولا جاي للفيلم بس؟ لا انا بقالي يعني فتره مش قصيره قوي، لكن لحد الفيلم، وبعدين عندي ارتباطات في القاهره، فيعني جيت احضر افتتاح الفيلم وانزل اشوف شغلي في القاهره ان شاء الله. يعني كان نفسنا تقعد اكتر وناخد رايك اكتر عن مهرجان الجونه واهميه مهرجان الجونه، وخصوصا ان في اول سنه طلبوا ان يكون في مهرجان غنائي ليكوا انتوا كمطربين في هذا المكان في الجونه. والله انا معاكي في الفكرة دي، وأنا بشكرهم على المجهود الجبار اللي هم عاملينه هنا، والتنظيم الرائع اللي حاصل، وأتمنى يبقى فيه استمرارية. النجاح هو الاستمرارية. يعني أنا بشكرك وهسيبك تنطلق للريد كاربت. منتج الفيلم الأستاذ عباس العباس من السعودية، اللي بيحملوه المسؤولية إن الفيلم قعد 22 سنة وتأخر عن الظهور لأنه تعثر إنتاجيا، وأنا مش مصدق الكلام ده. لا الحقيقة هو أنا أتحمل مسؤولية إن احنا عملنا الفيلم، إنما تأخيره كان لأسباب كثيرة. بداية احنا لما عملنا الفيلم لم يوجد صناعة رسوم متحركة تستطيع أن تكون فيلم سينمائي، فإحنا بدينا لسنين نكوّل الكوادر بتاعنا وتكون في تجارب جيدة بحيث أن احنا نرتاح لها. أيضا ماديا إحنا كنا نشتغل في برامج المسلسلات، نجمع الفلوس ونستثمرها نكمل في الفيلم بتاعنا. فكان هي بناء الصناعة نفسها، صناعة الرسوم المتحركة بمستوى عالمي، وأيضا ماديا احنا كنا حاسس ان تكلفة عالية. مش ممكن يبقى ده موجود في بلادنا العربية، ان يبقى في افلام كتير، يعني هتبقى افلام نادرة للكرتون للتكلفة العالية. هي الحقيقة مش تكلفة عالية عندنا، لا زال احنا يمكن اقل ناس في العالم. يعني احنا ممكن كلف حوالي 11 مليون، ديزني بيكلفوا 70 مليون دولار. يعني الفيلم ده كلف قد ايه بامانه؟ هي حوالي 11 مليون دولار. كام؟ 11 مليون دولار. وال11 مليون دولار دول من 22 سنه كان يعني برضو ليهم قيمه، يعني لا هي يعني على مدى السنين. ايوه ايوه أيو 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 والتايم فاليو يعني بتغير يعني سعر الدولار من هنا لهنا، يعني بالمدى الزمني. ايوه القوه الشرائيه النهارده وهو هيطلع للنور وفي مهرجان مهم زي الجونه، هل كنت متخيل ان الفيلم ده هيظهر للنور ولا كنت فقدت الامل؟ هو الحقيقه شوفي انا من اول ما ابتدينا احنا واحنا مصممين احنا ننجح، فكذا مثلا اخذنا مثلا الكاتب السيناريو الاستاذ بشير الديك، اخترنا احسن كاريكاتيرست يعملنا الشخصيات الاستاذ مصطفى حسين، احسن فنانين الان هنيدي والكدواني وكذا. احنا من بدايه واحنا مصممين احنا ننجح، ولكذا تنجحوا وان شاء الله ننجح ان شاء الله. مبروك ليك وهسيبك للعرض. شكرا. أهلا. الله يسلمك. نبوءه يا بني، وهل تنتظر النساء والأبطال حتى نبني الأسطول؟ تكون خدعة اللعنة. أنا هذا المؤاخذة احنا ما حدش يقدر يا اللعنة. هل تحبها يا بني؟ ترى هل ما زال يذكرني؟ على بلدي المحبوب وفيه. إلى متى أظل حبيسة هذه الجدران؟
طب والحل يا بختيتو؟ ما تقوليش يا بختيتو، انا ما بحبش حد يدلعني، انا راجل. صدقت نبوءاتك يا كبير الكهنة. إذا فقد دخلنا المعركة الخطأ يا شباب. لا شروط ولا سلام. بعد أكتر من 19 سنة فيلم بيطلع للنور النهاردة والناس كلها بتسقف له، فيلم جميل، فيلم فيه إبداع، فيلم فيه شغل، فيلم فيه فلوس، فيلم فيه نجوم، وكل ده تحت عباية الكلمة الحلوة والحوار الشيق والإبداع للأستاذ بشير الديك اللي بقول لك ألف مبروك النهاردة. عمل مشرف لمصر بجد، يعني كلنا قاعدين مستمتعين، حاجة فعلا مشرفة للفن المصري. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني فعلا أنا كنت منتظر هذه اللحظة من 20 سنة، يعني كنت يعني خايف مرعوب جدا، لأنه من 20 سنة والشغل الكثيف بنشتغله، صحيح ما اشتغلناش 20 سنة، اشتغلنا 7 سنين تقريبا يعني، لكن كنت مرعوب جدا من رد فعل الجمهور على الفيلم لأنه جديد. ما فقدتش يعني الأمل فيه؟ لا ما فقدتش أمل، بس هو لأن عملنا فيه شغل كتير. صعب أنه يترمي، يعني عملنا سيناريو كامل، وعملنا ديكوباج كامل، وعملنا ستوري بورد كامل، واخد بالك، وعملنا تحريك كبير كتير، حركنا كتير يعني، وسجلنا الصوت كله، كل المصريين سجلنا صوتهم، عشان كده تلاقي فيه ناس متوفية وصوتها موجود يعني. وصوتها موجود. فما كانش ممكن بعد ده كله يترمي أو أفقد الأمل. لا أنا عرفت إنه هيحصل بعد شوية يعني، بس مش 20 سنة، بس مش الفترة دي كلها. أنا كمان شغلت قوي. وهم والأستاذ عباس كان بيدور، يعني عنده أشكال التمويل وبحث عن التمويل و 11 مليون دولار تكلف الفيلم. هو التكلفة بين عشاش، بين عشاش يعني التكلفة بين انت عشاش. اول مرة تشوفه النهاردة ولا شفت قبل؟ لا شفته اجزاء قبل كده، شفته مرة واحدة من حوالي 10-15 يوم تقريبا يعني. فقط يعني، ودي ثاني مرة بشوفه، بس هو كان يعني مشاهدته مع الجمهور تختلف اختلاف جذري عن مشاهدته بين الواحد. كنت متوقع رد الفعل الكبير ده للجمهور النهاردة، انه الجمهور منبهر والتسقيف عالي، الصغيرين والكبار عجبهم الفيلم، الناس اتشدت، محدش مشي بالصالة، الحبكة والموضوع وخف الدم المصريين اللي انت حطيتها بقى التوليفة المصرية دي اللي مش موجودة يعني. هو ده يعني عاملين فيلم تاريخي بيدور في القرن السابع الميلادي ايام الدولة الأموية، وطبعا كله بيكلم عربي فصحى يعني، ما عدا هنيدي وماجد الكدواني طبيعي. فانا بقى ايه متقلق يعني، عارفه ازاي، لغايه لما اخترعت حكايه الجنيين دول، ان يبقى في جنيين. تعالى يا حلو، تعالى يا احمد، تعالى يا حبيبي، تعالى ده الحفيد، تعالى. شكرا. بس هقول لك على حاجه، تعالى عايزاك، شكرا، تعالى قول لي ايه رايك في الفيلم ده. حفيد استاذ بشير وما بيكلمش غير البرنسسات، فانا مش برنسيسه فهو مش هيكلمني، بس انا عايز اسالك عجبك الفيلم ولا لا. تعالى انا سالته، تعالى كلم جده. انا سالته على فكره، ده اصغر مشاهد كان موجود معنا في القاعة النهارده. تعالى كده جنب جده، تعالى سلم عليا، سلم، هات بوسه، انا برنسس، اديني بوسه، انا برنسس. والله اسال حتى جده. طبعا تعالى هنا جنب، تعالى هنا في النص. لا خلاص. قال لك ايه رايه لما سالته؟ بقول له ايه رايك، قال لي، بقول له حلو يا احمد، قال لي حلو. كل ما يجي ابو الرياح، شخصية أبو الرياح اللي هو عملها سعيد صالح الله يرحمه، يقول لي جد أنت ده، عشان هو عنده شعر أبيض. فكرك أنت أبو الرياح. نرجع بقى للعامية واللغة العربية. وإن أنت اخترت هنيدي والجتواني لأن دول عفاريت، فممكن يتكلموا العامية براحتهم يعني، صحيح، مش مرتبطين بالزمن يعني. فهو كمان إيه الفكرة، إنه الفيلم كله بيتكلم لغة عربية فصحى. لأن مش ممكن أجيب الزمن ده الزمن ده بالعامية المصري.
لكن بقى لما عملت الشخصيتين الجنيين فقلت دي الفرصه الوحيده ان انا يعني اطرح الفكاهه المصريه اللي دمها خفيف. وهيبقى فكره ايه؟ خفه الدم المصريه دي محدش هيعترض عليها لان دول جنيين في الاخر خالص. دي ده جان يعني طبعا بس طلعت بخفه دم وتلقائيه. وانا اعتقد لو اتعمل فيلم تاني اعتقد العاميه فيها تبقى حلوه للاطفال يعني او هم ممكن برضو ان اللغه العربيه كويسه ان احنا نقوي اللغه العربيه لاولادنا لان دلوقتي اتجهوا كلهم للمدارس الانجليزي فبيفتقدوا اللغه العربيه. ويمكن كمان صحيح. الدول العربيه اللغه العربيه عندها قويه جدا فده بالنسبة لهم ان ما يبقاش بس لمصر بس يبقى لكل الوطن العربي هي اللغة اللي ده كلام صحيح. بس هو موضوع الفيلم موضوع اي فيلم هو اللي بيفرض يعني انا لو عملت فيلم بيدور في بغداد في التاريخ ده لازم اللغة العربية ما ينفعش اقفز فوق الواقع التاريخي يعني. لكن لو اتعمل فيلم معاصر بيحصل في مصر او حتى ايام المماليك وده بنفكر فيه يعني او ايام في القاهرة زمان يعني ممكن يبقى لغة عامية لذيذة ومن اول لغاية الاخر يعني. استاذ بشير سايب تاريخ من الافلام السينمائية اللي ليها كيان وبصمة في السينما المصرية وفي الارشيف. لما تعرض عليك فيلم كرتون ان ده يبقى في ارشيفك شفتها ازاي؟ هل حسيت انها يعني حاجه هتزود رصيدك او ايد والمجانين اللي استهتار ده انا بشير الديك اكتب كرتون يعني خدتها ازاي؟ هو اللي حصل انه الاول خلص كان الله يرحمه الاستاذ محمد حسيب كان هو بيعمل انيميشن بيعمل رسوم متحركه من زمان يعني لكنه بيعمل كمان فيتشر بيعمل روائي. فعملت معاه فيلمين روائيين انا كاتب سيناريو وهو مخرج فبقينا اصدقاء يعني قربنا من بعض قوي. وقال لي ما تيجي نعمل فيلم رسوم متحركة هو مش كرتون هو رسوم متحركة. فرسوم متحركة قلت له ازاي يعني مش فاهم يعني فوراني افلام لديزني فما شفت هذه الافلام قلت له دي افلام هايلة ده ماستر بيسز يعني طبعا احنا نقدر نعمل ده. فقال لي فالافلام دي لما شفتها حقيقي حركت مشاعرك حسيت ان انا بعمل ارت بعمل فن شديد الرقي وفي كمان مزيكا واستعراضات وفي اسطوره يعني هو ده من سمات الافلام الرسوم المتحركه ان لازم يبقى فيها الجو اللي فوق الواقعي ده ما يبقاش جو واقعي وفقط يعني واخد بالك. بس فكانت مغامره لما خلصت السيناريو هم بقوا معجبين جدا بالسيناريو. بس توفى محمد حسيب الله يرحمه قبل ما نبدأ خالص يعني. فأستاذ عباس قال لي ما تخرجوا انت كنت انا اخرجت فيلمين قبلين يعني قلت له ما تخرجوا انت مخرج. فعملت 10 دقايق الاولانيين في الفيلم اول 10 دقايق كان الافانتتر او ما قبل التترات وقلت له نشوفهم دول شكلهم ايه يعني واذا عجبني وعجبكم يبقى نكمل. فطلعوا تحفة دول اللي خدوا الجائزة الذهبية؟ لا خدوا الجائزة الثانية اللي هو اللي لما قدمتوه في المسابقة لما قدمناه في بتاع مهرجان سينما الطفل الناس اللي كانوا بتفرجوا سقفوا 5-6 مرات وطلبوا إعادته فتعاد اتعاد مرة أخرى هم قاعدين نفسهم يعني وكان رد فعل حلو فده اللي خلاني تتشجع أتشجع وأخش في التجربة المركبة دي ما بقتش التعامل مع ممثلين حقيقيين بس ده بقى التعامل مع ورق ومع رسم ومع موسيقى ومع كده يعني شغلانة كبيرة يعني. أنا النهاردة بقى بعد ما شفت الفيلم ولو جالك المنتج دلوقتي وقال لك عايزين نعمل فيلم تاني من النوعية دي هتقبل؟ هو من ساعة ما شفته هناك من أول ما شفته من فترة يعني وقال لي إيه رأيك نعمل حاجة قلت له قوي طبعا لو لقينا حدوتة تصلح انا مش هتأخر لحظة لانه في كل معاني الفيلم يعني كل الامكانيات اللي ممكن تعملها السينما يعني عاوز تقول وجهة نظر عاوز تقول رأي عاوز تقول مزيكا عاوز يعني whatever اللي عاوز تقول ايه ممكن يتعمل في الرسوم المتحركة. وبعدين خلي بالك الفيلم بتاعنا ده رسوم متحركة هاند ميد
يعني ما هوش انمي، ما هوش شغل جرافيك كمبيوتر. لا دي حاجات شغل مصنوعة بالايد، يعني فعلا مصنوعة بالايد. فعشان كده الكرو العظيم اللي اشتغلوا في الفيلم كلهم ابطال فعلا، اللي هم رسموا طبعا طبعا. ثانية ثانية يعني، انا شفت الكرو اللي طلع على المسرح قال دول الربع اللي جم، دول الربع طبعا. فطبعا طبعاً. عايزين برضو نفتكر مع بعض الاسامي اللي ما جاتش من الفنانين اللي كانوا مشاركين معاكم، يعني طبعا هنيدي، ماجد الكدواني، سعيد صالح الله يرحمه. الله يرحمه سعيد صالح، هذا جميل العمل ده، دول كان فرحان بيه قوي. و ما جاش عبلة كامل كان ممكن تيجي ما جاتش. دنيا سمير غانم كان مفروض تيجي ما جاتش. يعني فيهم في ممثلين في كتير مجموعة كبيرة. وانت قاعد في مهرجان سينما كبير، كل حاجة حواليك بتتكلم عن السينما، كل لغة حواليك لغة السينما. اشتقت للسينما وأفلام السينما بقى؟ انا ما بعدتش عن بالي خالص. يعني انا كان في كذا محاوله لكن لم توفق لاسباب خارجه عن ردت يعني، لكن ما بعدتش عني. وحتى المسلسلات اللي انا عملتها هتلاقي فيها حس سينمائي واضح شديد الوضوح، ومعظمها نجحت نجاح جامد اكيد يعني. اكيد في حاجه ربنا يسر يعني؟ ان شاء الله أنا نعمل حاجة جديدة. وانا اتمنى انها تكون رسوم متحركة والمنتج جاهز والدنيا كلها جاهزة. يلا بس احنا عايزين كمان افلام روائية بقى، من الافلام الحلوة الورق الجميل بتاعك الحلو. يا رب يسر ان شاء الله، ربنا يقدرنا ونعمل حاجة كويسة ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك، بهنيك. شكراً. حلم جزيلا بيتحقق النهاردة، حلم مهم اللي بشير الديك انتظره أكتر من 19 سنة. والنهاردة بيظهر للنور، بنقول له ألف مبروك. استقبال كبير جدا من عشاق فنه، واستقبال كبير جدا من جيل جديد ما يعرفش بشير الديك، الأطفال اللي لسه طالعة. يعني كانوا فرحتهم النهاردة هم بيتفرجوا على العمل زي فرحة الكبار اللي كانوا قاعدين في أول أفلامه وفي أفلامه السينمائية الطويلة لما كانوا يقفوا ويسقفوا له. الناجح ناجح في أي مكان وفي أي مجال، المبدع مبدع في كل الأعمال، في السينما، في التلفزيون، على المسرح، في حتى الأفلام اللي بيقولوا عليها متحركة أو أفلام كرتون. سعيدة جدا النهاردة أن شرفت المهرجان بفيلم هدية. كنا هنخرج من المهرجان ده مصر ما فيهاش أي عمل بيذاع أو بيشارك في المسابقة الرسمية، فإحنا بنشكرك جدا أن أنت أهديت المهرجان عمل شكراً مهم ومشرف للفن المصري. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا لك. Merci. هندخل على ريد كاربت جديد ونعيش مع الفيلم المصري الفارس والأميرة. الفيلم ده كرتون من 19 سنة وأكتر، وهو بيتحضر علشان نشوفه النهاردة أول عرض عالمي. فيلم لبشير الديك، فيلم مهم جدا للأطفال وللكبار، بيشارك فيه بالصوت نخبة كبيرة من النجوم اللي بنعشقها. عيشوا معايا لحظة حلوة وعرض جديد من مهرجان الجونة وريد كاربت جديد، تابعونا. النهارده ريد كاربت مهم جدا، النهارده ريد كاربت لفيلم لبشير الديك، فيلم مصري، فيلم بيشارك في المسابقه الرسميه، فيلم كرتون مختلف. قعد 18 سنه الفيلم ده بيجهزوا له. لقاء طبعا هي، انا بقول الفارس والاميره، اكيد هي الاميره بقى، يعني هي الاميره اللي في لا ده دنيا سمير غانم هي الاميره، انا الراوي وغنيت اغنيه الفينال بس. يعني الفيلم ده برضو
انا يعني عشت معاه لحظه بلحظه، لان اخويا هيثم الخميسي هو اللي عامل الميوزك، وانكل بشير طبعا صديق عمر ابويا، فانا عاصرت كل لحظه فيه. يعني التاخير ده كله سببه يعني انيميشن، احنا المنتج خد وقته والناس خدت وقتها عشان تطلع شغل كويس، مش مهم قد كده نتاخر، المهم يطلع كويس. احنا بننافس ديزني، فوقتها كان دي حاجه كبيره وجديده علينا. حسب يعني الفيلم ده ممكن يعمل حاجه في مصر، يبقى بدايه خطوه جديده للنوعيه دي، نتشجع المنتجين انه يعملوها. هوبفلي ان شاء الله يبقى بدايه خطوه جديده في الانيميشن في مصر، سبيشالي ان كل اللي شغال فيه كلهم مصريين وعرب، ما فيش اي ايدي اجنبيه في الموضوع خالص. واعتقد ان ده مشجع ان احنا نبتدي نكمل، احتمال مش بعيد علينا نوصل لديزني، يعني مش عيب. يعني لا طبعا مش عيب، كل المصريين مبدعين ويقدروا يبدعوا اكتر من ديزني كمان. وجودك النهارده بالفيلم ده بعد 18 سنه حلم، يعني ممكن تكوني فقدتي الامل في انه يظهر للنور، وجاي في مهرجان وكوكبة كبيرة من النجوم من جميع أنحاء العالم. بصي ده ليه معنى واحد، إن الصبر يعني الصبر على المجهود بيجيب نتيجة حتى ولو بعد حين. يعني مش ضروري ساعات بنقول إحنا ليه بنشتغل وما بنشوفش النتيجة on the spot، لا ممكن النتيجة تبقى في وقتها المناسب اللي ممكن يكون أحسن من مكان قبل كده. فاحنا النهارده في مهرجان الجونه، مهرجان مهم جدا، في ناس كتير قوي من كل العالم موجودين، في نقاد مهمين، فاعتقد ان هي فرصه كويسه جدا انه يتشاف. يعني عايزه برضو كمان قبل ما ادخل اللون الجميل، وانت متالقه دايما على الريد كاربت كل يوم بمفاجاه وكل يوم فستان حلو، مين الديزاينر وتسريحة شعر كمان؟ ايهاب العدلي. إيهاب العدلي هو الديزاينر، يعني ستايلست وديزاينر هو يعني طبعا جميل. وبهنيكي وهسيبك تنطلقي للريد كاربت، مبروك الفيلم، وبتمنى انه يعجب الناس ويبقى فيه النوعيه دي من الافلام موجوده في مصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. متشكره حبيبتي، باي باي. هو ابن مصر الجدع، ابن مصر الجميل، ابن مصر اللي بنفتخر بيه وبصوته، من نجوم مصر ومن أصوات مصر اللي غالية جدا على مصر. لما قال عايز أروح كوكب تاني كلنا زعلنا وقلنا لا، ما يسيبش كوكبنا ويمشي، لأن هو اللي بيدينا الأصالة والطرب والفن الجميل. النهاردة أنا سعيدة بوجوده في مهرجان الجونة وعلى الريد كاربت مدحت صالح، فيلم جديد، فيلم من 18 سنة والحلم ظهر للنور النهاردة. انت صغرتي الفيلم. أولا أنا بشكرك وبقول للمهرجان الجونة كل سنة وهم طيبين ومن نجاح لنجاح. وانت صغرتي الفيلم، انت قلتي 17 18، حضرتك 22 سنة. كل حد يقول لي رقم، حد يقول لي 19، بقى لا على حسب عشان انا اصغر واحد في السن فبقول الحقيقة. الحقيقة ما كله خايف يقول سنه بصراحة، بقى يعني كده هكبرهم كلهم. يعني الفيلم كنت متخيل ان انت هتشوفه ويطلع الريد كاربت ومهرجان حلو، ونقول كل تأخيرة وفيها خيرة انه بيطلع في مهرجان الجونة. هو طبعا كل تأخيرة وفيها خيرة، لأنه النوع ده من الأعمال بياخد وقته، بس طبعا أنا ما كنتش متخيل أنه ياخد الوقت ده كله. أنا كل سنة من ساعة ما عملناه، لأن أنا لعبت الفيلم ده وأنا بعرض حزمني كنت صغير كده صغنون 2002 فلعبنا الفيلم ده وعجبتني الفكرة جدا، خصوصا أن احنا كنا يعني نفسنا نبقى زي الحاجات اللي بنشوفها بره، ويكون فيلم روائي طويل، مش بقى مش حلقات مثلا تلفزيونية أو حاجات دقيقتين ونص ولا 3 دقايق ولا 4 دقايق. ده فيلم روائي طويل وقصة معتبرة من التاريخ الحقيقي وتاريخ حد من الشباب الصغيرين اللي قاموا يعني بعمل عظيم جدا ساعتها، اللي هو محمد ابن القاسم. هنتفرج على الفيلم ونعرف. مغني انت فيه بقى؟ مغني وقاري قرآن. وقاري قرآن، يعني طبعا حاجتين مهمين جدا. الجونة أول مرة مدحت صالح؟ بالنسبة للمهرجان أول مرة، لأن المرتين اللي فاتوا للأسف كان بيبقى عندي حاجات يعني بره القاهرة. قاعد معانا للختام ولا جاي للفيلم بس؟ لا أنا بقالي يعني بقالي فترة مش قصيرة قوي، لكن لحد الفيلم، وبعدين عندي ارتباطات في القاهرة، فيعني كده أحضر افتتاح الفيلم وأنزل أشوف شغلي في القاهرة إن شاء الله. يعني كان نفسنا تقعد أكتر وناخد رأيك أكتر عن مهرجان الجونة وأهمية مهرجان الجونة، وخصوصا إن في أول سنة طلبوا إن يكون في
في مهرجان غنائي ليكوا انتوا كمطربين في هذا المكان في الجونة؟ والله انا معاك في الفكرة دي وانا بشكرهم على المجهود الجبار اللي هم عاملينه هنا والتنظيم الرائع اللي حاصل واتمنى يبقى فيه استمرارية. النجاح هو الاستمرارية. يعني انا بشكرك وهسيبك تنطلق للريد كاربت. منتج الفيلم الأستاذ عباس العباس من السعودية اللي بيحملوه المسؤولية إن الفيلم قعد 22 سنة وتأخر عن الظهور لأنه تعثر إنتاجياً، وأنا مش مصدق الكلام ده. لا الحقيقة هو أنا أتحمل مسؤولية إن إحنا عملنا الفيلم، إنما تأخيره كان لأسباب كثيرة. بداية إحنا لما عملنا الفيلم لم يوجد صناعة رسوم متحركة تستطيع أن تكون فيلم سينمائي، فإحنا بدينا لسنين نكوّل الكوادر بتاعنا وتكون في تجارب جيدة بحيث أن إحنا نرتاح لها. أيضا ماديا إحنا كنا نشتغل في برامج المسلسلات نجمع الفلوس ونستثمرها نكمل في الفيلم بتاعنا. فكان هي بناء الصناعة نفسها الرسوم المتحركة بمستوى عالمي وأيضا ماديا احنا كنا حاسس ان تكلفته تكلفة عالية، مش ممكن يبقى ده موجود في بلادنا العربية ان يبقى فيه افلام كتير، يعني هتبقى افلام نادرة للكرتون للتكلفة العالية. هي الحقيقة مش تكلفة عالية عندنا، لا زال احنا يمكن اقل ناس في العالم، يعني احنا ممكن نكلف حوالي 11 مليون، ديزني بيكلفوا 70 مليون دولار. يعني الفيلم ده تكلف قد ايه بأمانة؟ هي حوالي 11 مليون دولار. كم؟ 11 مليون دولار. وال11 مليون دولار دول من 22 سنة كان يعني برضو ليهم قيمة يعني. لا هي يعني على مدى على مدى السنين. ايوه ايوه ما والتايم فاليو في يعني بتغير يعني سعر الدولار من هنا لهنا يعني بالمدى الزمني. ايوه القوة الشرائية. النهارده وهو هيطلع للنور وفي مهرجان مهم زي الجونه، هل كنت متخيل ان الفيلم ده هيظهر للنور ولا كنت فقدت الامل؟ هو الحقيقه شوفي انا من اول ما ابتدينا احنا ابتدينا واحنا مصممين احنا ننجح، فكذا مثلا اخذنا مثلا الكاتب السيناريو الاستاذ بشير الديك، اخترنا احسن كاريكاتيرست يعملنا الشخصيات الاستاذ مصطفى حسين، احسن فنانين الان هنيدي والكدواني وكذا، احنا من بدايه واحنا مصممين احنا ننجح ولكن تنجحوا وان شاء الله ننجح ان شاء الله. مبروك ليك وهسيبك للعرض الفيلم. شكرا. أهلم. الله يسلمك. نبوءة انظر واسمع انه الفارس. ما زلت صغيرا يا بني، وهل تنتظر النساء والابقار حتى نبني الاسطول؟ هل تحبوها يا بني؟ ترى هل ما زال يذكرني؟ على بلد المحبوب. إلى متى أظل حبيسة هذه الجدران؟ والحل يا بختيتو؟ ما تقوليش يا بختيتو، انا ما بحبش حد يدلعني، انا راجل. صدقت نبوءاتك يا كبير الكهنة. اذا فقد دخلنا المعركة الخطأ يا شباب. بعد أكتر من 19 سنة فيلم بيطلع للنور النهاردة والناس كلها بتسقف له، فيلم جميل، فيلم فيه إبداع، فيلم فيه شغل، فيلم فيه فلوس، فيلم فيه نجوم، وكل ده
تحت عباية الكلمة الحلوة والحوار الشيق والإبداع للأستاذ بشير الديك اللي بقول لك ألف مبروك النهاردة. عمل مشرف لمصر بجد يعني، كلنا قاعدين مستمتعين، حاجة فعلا مشرفة للفن المصري. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني فعلا أنا كنت منتظر هذه اللحظة من 20 سنة، يعني كنت يعني خايف مرعوب جدا، لأنه من 20 سنة والشغل الكثيف بنشتغله، صحيح ما اشتغلناش 20 سنة، اشتغلنا 7 سنين تقريبا يعني، لكن كنت مرعوب جدا من رد فعل الجمهور على الفيلم لأنه جديد. ما فقدتش يعني الأمل فيه؟ لا ما فقدتش أمل، بس هو إيه، لأن عملنا فيه شغل كتير صعب إن هو يترمي يعني. عملنا سيناريو كامل، وعملنا ديكوباج كامل، وعملنا ستوري بورد كامل، واخد بالك، وعملنا تحريك كبير كتير، حركنا كتير يعني، وسجلنا الصوت كله، كل المصريين سجلنا صوتهم، عشان كده هتلاقي فيه ناس متوفية وصوتها موجود يعني. وصوتها موجود. فما كانش ممكن بعد ده كله يترمي أفقد الأمل. لا أنا عرفت إنه هيحصل بعد شوية يعني، بس مش 20 سنة، بس مش الفترة دي كلها. أنا كمان شغلت قوي. وهم والأستاذ عباس كان بيدور يعني، عنده أشكال التمويل وبحث عن التمويل، و 11 مليون دولار تكلف الفيلم. هو التكلفة بين عشاش، بين عشاش يعني، التكلفة بين عشاش. أنت أول مرة تشوفه النهاردة ولا شفت قبل كده؟ لا شفته أجزاء قبل كده، شفته مرة واحدة من حوالي 10-15 يوم تقريبا يعني، فقط يعني، ودي ثاني مرة بشوفه. بس هو كان يعني مشاهدته مع الجمهور تختلف اختلاف جذري عن مشاهدته بيننا لوحدنا. كنت متوقع رد الفعل الكبير ده للجمهور النهاردة، انه الجمهور منبهر والتسقيف عالي، الصغيرين والكبار عجبهم الفيلم، الناس اتشدت، محدش مشي بالصالة، الحبكة والموضوع وخف الدم المصريين اللي انت حطيتها بقى التوليفة المصرية دي اللي مش موجودة يعني. هو ده يعني عاملين فيلم تاريخي بيدور في القرن السابع الميلادي، ايام الدولة الاموية، وطبعا كله بيكلم عربي فصحى يعني، ما عدا هنيدي طبيعي، طبيعي. فانا بقى ايه متقلق يعني، عارفه ازاي، لغايه لما اخترعت حكايه الجنيين دول، ان يبقى في جنيين. تعالى يا حلو، تعالى، تعالى يا احمد، تعالى ده الحفيد، تعالى. بس هقول لك على حاجه، تعالى عايزاك، شكرا، تعالى قول لي ايه رايك في الفيلم ده. حفيد استاذ بشير وما بيكلمش غير البرنسسات، فانا مش برنسيسه فهو مش هيكلمني، بس انا عايز اسالك، عجبك الفيلم ولا لا؟ تعالى انا سالته، تعالى كلم جده. انا سالته على فكره، ده اصغر مشاهد كان موجود معانا في القاعه النهارده. تعالى كده جنب جده، تعالى سلم عليا، سلم، هات بوسه، انا برنسس، اديني بوسه، انا برنسس. والله اسال حتى جده. طبعا تعالى هنا جنب، تعالى هنا في النص. لا خلاص. قال لك ايه رايه لما سالته؟ بقول له ايه رايك، قال لي، بقول له حلو يا احمد، قال لي حلو. كل ما يجي ابو الرياح، شخصية أبو الرياح اللي هو عاملها سعيد صالح الله يرحمه، يقول لي جده أنت ده، عشان هو عنده شعر أبيض. فكرك أنت أبو الرياح. نرجع بقى للعامية واللغة العربية. وإن أنت اخترت هنيدي والجتواني لأن دول عفاريت، فممكن يتكلموا العامية براحتهم يعني، صحيح، مش مرتبطين بزمن صحيح يعني. فهو كمان إيه الفكرة، إنه الفيلم كله بيتكلم لغة عربية فصحى. فصحى. لأنه مش ممكن أجيب الزمن ده، الزمن ده بالعامية المصري. لكن بقى لما عملت الشخصيتين الجنيين، فقلت دي الفرصة الوحيدة إن أنا يعني أطرح الفكاهة المصرية اللي دمها خفيف، وهيبقى فكرة إيه، خفة الدم المصرية دي محدش هيعترض عليها، لأن دول جنيين في الآخر خلاص، دي دجان يعني. طبعا. بس طلعت بخفة دم وتلقائية، وأنا أعتقد لو تعمل فيلم تاني أعتقد العامية فيها تبقى حلوة للأطفال يعني، أو هم ممكن برضو إن اللغة العربية كويسة، إن إحنا نقوي اللغة العربية لأولادنا، لأن دلوقتي اتجهوا كلهم للمدارس الإنجليزي، فبيفتقدوا اللغة العربية. ويمكن كمان صحيح، الدول العربية اللغة العربية عندها قوية جدا، فده بالنسبة لهم ان ما يبقاش بس لمصر بس، يبقى لكل الوطن العربي هي اللغة اللي. ده كلام صحيح. بس هو موضوع الفيلم، موضوع اي فيلم، هو اللي بيعرض، هو اللي بيفرض. يعني انا لو عملت فيلم بيدور في بغداد
في التاريخ ده لازم اللغة العربية. ما ينفعش اقفز فوق الواقع التاريخي يعني. لكن لو اتعمل فيلم معاصر بيحصل في مصر او حتى ايام المماليك وده بنفكر فيه يعني او ايام في القاهرة زمان يعني ممكن يبقى لغة عامية لذيذة ومن اول لغاية الاخر يعني. استاذ بشير سايب تاريخ من الافلام السينمائية اللي ليها كيان وبصمة في السينما المصرية وفي الارشيف. لما تعرض عليك فيلم كرتون ان ده يبقى في ارشيفك شفتها ازاي؟ هل حسيت انها يعني حاجة هتزود رصيدك او ايد والمجانين اللي استهتار ده انا بشير الديك اكتب كرتون يعني خدتها ازاي؟ هو اللي حصل انه الاول خلص كان الله يرحمه الاستاذ محمد حسيب كان هو بيعمل انيميشن بيعمل رسوم متحركة من زمان يعني لكنه بيعمل كمان فيتشر بيعمل روائي فعملت معاه فيلمين روائيين انا كاتب سيناريو وهو مخرج فبقينا اصدقاء يعني قربنا من بعض قوي وقال لي ما تيجي نعمل فيلم رسوم متحركة هو مش كرتون هو رسوم متحركة فرسوم متحركة قلت له ازاي يعني مش فاهم يعني فوراني افلام لديزني فما شفت هذه الافلام قلت له دي افلام هايلة ده ماستر بيسز يعني طبعا احنا نقدر نعمل ده فقال لي فالافلام دي لما شفتها حقيقي حركت مشاعرك حسيت ان انا بعمل ارت بعمل فن شديد الرقي و و و وفي كمان مزيكا واستعراضات وفي اسطوره يعني هو ده من سمات الافلام الرسوم المتحركه ان لازم يبقى فيها الجو اللي فوق الواقعي ده ما يبقاش جو واقعي وفقط يعني واخد بالك بس فكانت مغامره لما خلصت السيناريو هم بقوا معجبين جدا بالسيناريو بس توفى محمد حسيب الله يرحمه قبل ما نبدا خالص يعني ف استاذ عباس قال لي ما تخرجوا انت كنت انا اخرجت فيلمين قبلها يعني. قلت له قال لي ما تخرجوا انت مخرج فعملت 10 دقائق الاولانيين في الفيلم اول 10 دقائق كان الافانتتر او ما قبل التترات وقلت له نشوفهم دول شكلهم ايه يعني واذا عجبني وعجبكم يبقى نكمل. فطلعوا تحفه تحفه دول اللي خدوا الجائزه الذهبيه لا خدوا الجائزه الثانيه اللي هو اللي في لما قدمتوه في المسابقه لما قدمناه في بتاع مهرجان سينما الطفل الناس اللي كانوا بيتفرجوا سقفوا 5-6 مرات وطلبوا اعادته فتعاد اتعاد مره اخرى هم قاعدين نفسهم يعني وكان رد فعل حلو فده اللي خلاني اتشجع واخش في التجربه المركبة دي ما بقتش التعامل مع ممثلين حقيقيين بس ده بقى التعامل مع ورق ومع رسم ومع موسيقى ومع كده يعني شغلانة كبيرة يعني أنا حبيتها بقى بعد وشفت الفيلم ولو جالك المنتج دلوقتي وقال لك عايزين نعمل فيلم تاني من النوعية دي هتقبل؟ هو من ساعة ما شفته هناك من أول ما شفته من فترة يعني وقال لي إيه رأيك؟ نعمل حاجة تانية. قلت له أوي طبعا لو لقينا حدوتة تصلح أنا مش هتأخر آخر لحظة لأنه في كل معاني الفيلم يعني كل الإمكانيات اللي ممكن تعملها السينما يعني عاوز تقول وجهة نظر عاوز تقول رأي عاوز تقول مزيكا عاوز يعني whatever اللي عاوز تقول ليه ممكن يتعمل في الرسوم المتحركة وبعدين خلي بالك الفيلم بتاعنا ده رسوم متحركة هاند ميد يعني ما هوش شغل جرافيك كمبيوتر دي حاجات مصنوعة بالإيد يعني فعلا مصنوعة بالإيد فعشان كده الكرو العظيم اللي اشتغلوا في الفيلم كلهم أبطال فعلا اللي هم رسموا طبعا أنا شفت الكرو اللي طلع على المسرح قال دول الربع اللي جم دول الربع طبعا فطبعا طبعاً. عايزين برضو نفتكر مع بعض الأسامي اللي ما جاتش من الفنانين اللي كانوا مشاركين معاكو يعني طبعا هنيدي ماجد الكدواني سعيد صالح الله يرحمه الله يرحمه سعيد صالح ده جميل عمل دور حلو كان فرحان بيه و ما جاش عبلة كامل كان ممكن تيجي ما جاتش دنيا سمير غانم كان المفروض تيجي ما جاتش يعني فيهم ممثلين في كتير مجموعة كبيرة وانت قاعد في مهرجان سينما كبير كل حاجة حواليك بتتكلم عن السينما كل لغة حواليك لغة السينما
اشتقت للسينما وافلام السينما بقى؟ انا ما بعدتش عن بالي خالص. يعني انا كان في كذا محاوله لكن لم توفق لاسباب خارجه عن ردت يعني، لكن ما بعدش عني. وحتى المسلسلات اللي انا عملتها هتلاقي فيها حس سينمائي واضح شديد الوضوح، ومعظمها نجحت نجاح جامد يعني. اكيد اكيد. ربنا يسر ان شاء الله نعمل حاجه جديده. وانا اتمنى انها تكون رسوم متحركه والمنتج جاهز والدنيا كلها جاهزه. يلا بس احنا عايزين كمان افلام روائيه بقى من الافلام الحلوه اللي الورق الجميل بتاعك الحلو ده. يا رب يسر، يا رب يسر ان شاء الله، ربنا يقدرنا ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك، بهنيك. حلم جزيلا بيتحقق النهارده، حلم مهم اللي بشير الديك انتظره اكتر من 19 سنه والنهارده بيظهر للنور. بنقول له الف مبروك، استقبال كبير جدا من عشاق فنه، واستقبال كبير جدا من جيل جديد ما يعرفش بشير الديك، الأطفال اللي لسه طالعة يعني كانوا فرحتهم النهاردة هما بيتفرجوا على العمل زي فرحة الكبار اللي كانوا قاعدين في أول أفلامه وفي أفلامه السينمائية الطويلة لما كانوا يقفوا ويسقفوا له. الناجح ناجح في أي مكان وفي أي مجال، المبدع مبدع في كل الأعمال، في السينما، في التلفزيون، على المسرح، في حتى الأفلام اللي بيقولوا عليها متحركة أو أفلام كرتون. سعيدة جدا النهاردة أن شرفت المهرجان بفيلم هدية. كنا هنخرج من المهرجان ده مصر ما فيهاش أي عمل بيزاع أو بيشارك في المسابقة الرسمية، فإحنا بنشكرك جدا أن أنت أهديت المهرجان عمل مهم ومشرف للفن المصري. شكرا جزيلا. شكرا لك. Merci. Voilà.